مساحتنا الصباحية الأولى لليوم رح نبداها مع ملح الحياة، هيك بيقولوا عنه الكذب، المشكلة الاجتماعية يلي بيعاني منها الكثير وتحت مسميات مختلفة ودواعي كثيرة. أكيد ليا من الكذب الأبيض للأكذوبة الصغيرة اللي بترافق تفاصيل لأحاديثنا اليومية، لهيك الهروب من الحقيقة يمكن يكون هو الملجأ. هل الكذب مبرر؟ هذا السؤال اللي نحن عم نسأله مهما اختلفت التسميات. كيف ممكن أنه نلغي وجوده من قاموسنا اليومي؟ رح نعرف كل هالمعلومات بالتفصيل مع سلوى عرنوس، مدربة بمجال تنمية الذات والقيادة الشخصية والوعي الأنثوي. يسعد صباحك وأهلا يسعد وسهلا. صباحي زينة، أهلا كيفك؟ وسهلا فيكي. تمام، صباح كيفك اليوم؟ الخير سلوى. صباح النور، كيفك؟ أهلا وسهلا فيكي سلوى. بالبداية يعني موضوعنا اليوم مثل ما عم نحكي كنا تحت الهواء أنه كتير مهم الكذب، يمكن بيستملكوه كتير من الناس أو هي صفات كتير من الناس، وله كتير أنواع مسميات وأشكال وأنواع ومسميات وأشكال. وكتير قصص. تمام، خلينا بالبداية نبلش ونحكي شو هو الكذب، الكذب. شو هو، وبعدين تمام، نحكي بأنواعه. هلا الكذب، نحن اغلب العالم بتقول انا ما بحب الكذب، لكن الحقيقه انه كل المجتمعات دون استثناء بتستخدم الكذب تحت مسميات متعدده كالمجامله الاجتماعيه. الكذب الابيض انه انا اكذب لحتى ما بدي اجرح مشاعر الاخرين، دائما بنستخدمه انه انت زعلتي مثلا، انه لا عادي ما زعلت. كثير بنستخدم هالعباره، او بنستخدم مثلا العباره المراه مثلا لما بتستخدم الكذب غالبا بتستخدمه لحتى تحسن شعور الاخر، انه لا بقت لي هالقطعه، ايه حلوه، ايه اوكي، ايه كذا. بينما بنلاقي الرجال انه بيستخدموا الكذب لحتى يظهروا هن بصوره افضل، يعني بيكذبوا بقصصهم، وخاصه اذا كانوا عم يحكوا عن مغامراتهم فبيبهروا، بيطلعوا الرجل الرائع. وهالقصه البنت دائما انه غايتها تخلي هالمشاعر الطرف الاخر افضل. الكذب الابيض بغرض المجامله الاجتماعيه. الكذب الثاني، نوع ثاني للكذب، انه حدا يستخدم الكذب المفيد، يعني انه مريض مثلا حالته ميؤوس منها، نبلش نشجعه انه في ناس تعالجت وانت فيك تعالج، نعطيه مثلا علاجات وهميه بغرض انه هو يحس انه تعالج. ففي عقاقير وهميه استخدموها بعض الاطباء، تعالج المريض لمجرد شعوره حالة بانه هو نفسية. حاله نفسيه. فهذا ممكن يكون كذب مفيد، ممكن يستخدمه منقذ الاطفاء، ممكن يستخدمه حدا بده ينتحر، حدا بده يخليه ما ينتحر، بيكون كذب مفيد. لكن اصعب انواع الكذب فعلا هو الكذب الخبيث والمخادع. كذب المخادع اللي بيستخدمه الشخص من شان مصلحه شخصيه، مثلا صديقه تقدم لشاب، وحده عندها نوع من الغيره مصلحه شخصيه، بصير بتزيف الحقيقه، تحكي قصة عنه على إنها هي بتعرفها وهي متأكدة من هالتفاصيل، حتى تكره هذا الطرف بهذا الطرف وتوصل لمصلحتها الشخصية اللي ممكن فيما بعد تلاقيها إنه هي مرتبطة فيه أو إلى آخره. مثل هالقصة في كتير أنواع كذب للمصلحة الشخصية، إنه مثلا يشوهوا صورة عمل، يكونوا سبب بخلاف حتى معين، تشويه سمعة الآخر لمجرد الغيرة الغيرة. تمام، لكن لما نوصل للكذب الخبيث اللي هو تشويه السمعة بشكل أبدي، يعني بنعمل مشكلة كتير كبيرة ومنأثر على هذا الشخص لمدى طويل، فهذا اسمه الكذب الخبيث اللي بيستخدم دائما ضد الشخصيات المشهورة والشخصيات الهامة. هذا كذب خبيث بيكون له أهداف كتير كبيرة. أما الكذب المخادع اللي نحن حكينا عنه إنه بغرض المصلحة الشخصية، كيف نحن لازم نكون واعيين لهذا الموضوع؟ هلأ كل المجتمعات لك أنا ما بكذب، لكن في شيء اسمه مجاملة اجتماعية، لأنه الأشخاص، الشخص اللي ما بيكذب وبيكون كتير كتير صريح وواضح غالبا ما بيكون محبوب اجتماعيا، صح. لأنه نحن نرفض الحقيقة، دائما بدنا الحقيقة تكون مشوهة مجملة، كمان مجملة تماما. يعني حتى الاثنين اللي بيحبوا بعض لما هن بيعملوا عشاء رومانسي بيعملوا هالأجواء هي كذبة، لأنه هن ليست عادة عندهم بحياتهم، صح. حتى الكلام اللي بيقدموه طول ما انه في شيء عم يكون في تغيير فهو تزييف للحقيقه. هي بالنسبه اذا قلنا نحن انواع الكذب، لكن في كمان عنا انواع للكاذبين اذا بدكم. هلا بنحكي عنهم اكثر سلوى، لكن خلينا نعرف مين برايك اكثر كذب، بكذب انه المراه ولا الرجل؟ تمام، خلينا نحكي عن السلوك عند المراه والرجل. يعني انت قلتي الرجل بكذب حتى يبين هو بالصوره الافضل، أوكي. مثل ما هو، مثل ما قلتي فارس الاحلام، اما المراه هي بتكذب ممكن لتصل لتعطي شعور لتعطي الطرف شعور الآخر أو لتصل أفضل. كمان لمكانة معينة. تماما تماما، الرجال والنساء بيكذبوا بنفس القدر، لكن الفرق إنه المرأة أقدر على كشف الكذب.
لهيك هي بتقدر تكشف الكذب. يعني اذا الرجل عم يكذب قدامها فهي من ملامح وجهه بتعرف، اما اذا كذب عبر التليفون ممكن تمرق القصه. الرجل مو دغري بيقدر يعرف كذبتها للمراه، لانه هي كذبه دائما بيكون بغرض المجامله. محبوكه محبوكه تمام، مخرط ذكيه محبوكه بغرض المجامله. انه مثلا ما بتقول له مثلا لزوجها انه انت سمنان او لك كرش او هيك قصه، بتحاول انه ايه حلو انت، ايه معقول، ايه حلو الطقم كذا. يعني هي دائما تعطي الطرف الاخر شعور افضل انه انت بتحبيني مثل ما انا. طبعا ايه، فهي بكون عندها هذا هي الكلمات، لانه المراه دائما بتحاول قدر الامكان انه الطرف الاخر يكون مرتاح. عندها هي انسانه عاطفيه، بهمها مشاعر الطرف الاخر، بينما الرجل بهمه انه يظهر بالصوره الحلوه، ولذلك هو دائما بيكذب بالشيء اللي بخصه. اذا حكى عن مغامراته، عن نجاحاته، عن ايامه الماضيه. واشهر كذبه لما بتساله شو علاقتك بفلانه، بلا مجرد زميله عمل، او بيقول لها مثلا تمام احلى كذبه، او بيقول لها ما في شيء اساسا مالي شايفه، بتكون هي انسانه راكد وراها وقدراني طبقها، عرفتي كيف؟ فبيقول انا اصلا مالي شايفه. فهو اشهر الكذبات اللي عندهم مجرد صديقه، يعني والله ما بتلفت نظري ابدا. برافو عليكي، من اهم الشغلات انك تكشفي كلمه انه عم يكذب، انه بيستخدم كلمه مجرد، او بيقول رح حاول، او حقيقة، او بيقسم، او بيتجنب يقول انا، بيتجنب بيستخدم ضمير الانا، لانه بيكون بده يبعد التهمه عن حاله. المراه بطبيعتها بتركز على التفاصيل فبتكشف هالامور. لهيك هو اذا كان عم يكذب عليها بيرتبك وهي بتساله، والمراه لما بتشك بالقصه بترجع بتسال مره ثانيه، بتجمع التفاصيل اكثر، بالمره الثالثه بتكون خلص يعني كشفت الاكذوبه تماما. هي بالنسبه للرجال والنساء، بس قلنا شو السبب بكل واحد فيهم انه يكذب. حنقول بخلال انواع الكذابين حنحكي اكثر عن كذبهم. اصعب انواع الكذابين هو في الكاذب بالفطره المتعود والمتمرس. هذا الشخص لما بيكذب صعب تعرفي من ايماءات وجهه انه عم يكذب، وممكن يعيد القصه مرتين وثلاثه وبعد فتره نفسها. هذا اللي قلنا اللي بكذب بيصدق حاله ابدا، لانه هو بكذب الكذبه وبيصدقها لدرجه انه بينسى انه كذب. هذا كاذب بالفطره، هذا من الاصعب انواع الاشخاص الكاذبين. في الكاذب اللي هو مثلا ما بيكذب بالفطره، وقت بيكذب فورا بينكشف. لكن اصعب نوع هو الكاذب الرومانسي. الكاذب الرومانسي اللي هو بيمثل دور لحتى يحصل على العلاقه العاطفيه، سواء كان غرضه عاطفي، استغلال عاطفي، او استغلال مادي احيانا من المراه. هذا الكاذب عنده ابداع بانه يخفي اذا كان متزوج انه هو متزوج، عنده ابداع انه يكذب بنوع مهنته، بوضعه المادي، فبيعطي صوره رائعه ومجمله، وبيحبك الكذبه بهدوء وبفتره طويله. واغلب النساء اللي بيقعوا تحت ضحيه لهذا الكاذب بيكونوا نساء جميلات وذكيات، لدرجه انه حتى لو حدا نصحهم بيرفضوا تصديق الحقيقه من كتر ما بيكونوا هن متاخدين بالموضوع، وبيصلوا لمرحله العمى. تنتهي هاي الكذبة بعلاج نفسي أو بصدمة طويلة، لأن الشخص بيكون من كتر ما هو كاذب رومانسي عنده قدرة على تلفيق هالقصة وأنه يحبكها بالطريقة الصح، وبيختار الشخصية المميزة مع الأسف. تماما، فهذا الكاذب الرومانسي هو أصعب أنواع الكذب. نعم سلوى، يعني كمان خلينا نحكي أنه الكذب ببعض الأحيان هو يمكن سلوك، وهو يمكن بصير من ضمن الحياة أو من ضمن المعاشرات أيضا، بصير في تقليد وكذا وهيك. خلينا نحكي يمكن إمتى بيكون هو سلوك متبع، وإمتى بيكون يمكن نوع من المسايرة بمجتمع يمكن انتشر فيه عديد من الكذب. غالبا صار الكذب اللي احنا عم نسميه أبيض، لكن هو عبارة عن مجاملة اجتماعية، صار عادي. فأنت لما حدا بيقول لك كيفك بتقولي منيحه، رغم انك احيانا بتكوني مالك منيحه. ولما بسالوكي مثلا انت متضايقه، ممكن تقولي لا انا بخير، وانت بتكوني لا في عندك شعور من الانزعاج. فهذا كذب اجتماعي الغرض منه انه يظهر بصوره جميله. بيكون في كذب مثلا بغرض اصلاح الاطراف مع بعضها، بيكون كذب مثل ما قلنا مفيد. حنفوت على اكثر على المجامله الاجتماعيه خلال الشغل. في مجامله وفي نفاق، يعني في تمام. خيط صغير. هلا المجامله الاجتماعيه عم يكون غرضها انه الناس مثل ما قلنا ما بتحب الحقيقه، بتحب الحقيقه مشوهه،
ما فيها تسألك وحدة تقول لك أنت حاسستيني أنا غلط أو أو أو، تيجي أنت فورا الجواب الصريح إلا بحالات أنه كانت كتير في ثقة، والغرض أنك تنصحيها بطريقة فيها احترام ولطف أكتر. إمتى ما بنعرف نكذب؟ لما بيكون الشخص له مكانة عاطفية كبيرة عنا بصير صعب نكذب. صعب نكسب بالعلاقة الحميمية، كل ما كانت علاقتك بالشخص حميمية أكثر بينكشف الكذب أسرع، وبيتلبك الشخص لما عم يكذب لأنه بسبب هالعلاقة العاطفية بصير صعب. إلا إذا كان هو كاذب بالفطرة فهو بيكذب حتى على حاله عنده مشكلة. فهالكذب الاجتماعي أغلب الناس بتستخدمه سواء صدقت واعترفت أو لم تعترف. وكمان مواقع التواصل الاجتماعي قديش زادوا النفاق والكذب تماما تبع منوره تزييف ويعني كومنتات كوبي بيست لكل الغايه الظهور بمظهر جميل والحصول على انه انا كن لي صوره جميله. فصارت الناس تعيش باقنعه تجميليه خلينا نقول. هلا هذا الكذب اللي هو التجميل الاجتماعي هو جميل بحد معين، أنه أنا ما أجرح مشاعر الطرف الآخر لكن ما عيش حياتي كأنها كذبة. لابد من الصراحة، بس كيف بدها تكون الصراحة والتربية كلها تنشأ على كذب؟ مثلا بيتصل حدا بيقول له الأب قول أنه أنا مالي هون، صح. إذا كان زعلان بيقول له ابتسم غصب، فهو نشأ أنه يكذب. والأشخاص اللي تربوا على أنه الكذب غلط 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 نشأوا بصراحة زائدة وأصبح عندهم صدام اجتماعي. فهو الكذب الأبيض اللي هو نقول عنه مجاملة اجتماعية تستخدم باحترام مشاعر الآخر لكن لا تستخدم بتزييف الحقائق. صحيح. يعني الشيء اللي كتير هو موضوع جوهري إما أنك تقول حقيقة أو أنك ما تحكي أبدا لأنه هو موضوع جوهري. كما فينا نقول حقيقة بطريقة بدون ما نجرح مشاعر الآخر، لكن أقدر الناس واللي هن كتير بيجاملوا اجتماعيا لهيك بيقولوا المرأة كاذبة. المرأة ليست كاذبة، هي تجامل اجتماعيا انها بتخاف على مشاعر الطرف الآخر. حتى إذا دخلت بعلاقة وهي ما لم تقتنع فيها بتنهي بدون ما تجرح مشاعر الطرف الآخر، يعني بيكون دائما ردها انه ممكن، انه ما بتقول مثلا مستحيل ما بعرف، بتتهرب، يعني بيكون عندها الموقف انه هي ما تجرح. الرجل دائما بيكسب ليظهر بمظهر انه هو حدا رائع، لما بيحكي على مغامراته بتحسي كأنه فان دام عم بيحكي، يعني بيحكي قصص كتير بس هو ما بيشوف هذا الموضوع بعيد عن فان دام. في ناس بيتبنوا قصة انه هن العاملين او هن الاوريدي ما بيكونوا عاملين. صحيح. تماما. سلوى انا لفتني بكل الموضوع كمان انه قلتي احيانا الكاذب بيختار شخصيات مميزة وذكية. تماما. خلينا نحكي عن هي النقطة شوي. تمام. لأنه مهمة كمان أنه كيف بتمرق على شخصيات ذكية. مثلا الذكية والمميزة. تمام. وكيف فيهم كل البنات اللي عم بيشوفونا يعني يتعلموا من هذا الحديث هذا ويتجنبوا. تماما. أصعب الكذب تعرض له المرأة هو الكاذب الرومانسي. شخص بيعرف كيف يبدع ويلفق الكذبة، فهو شخص قادر أنه يخفي زواجه إذا كان متزوج، قادر أنه يدعي إنه له مركز اجتماعي معين أو مادي معين، يظهر كل التفاصيل اللي تثبت حقيقة كلامه. هذا الشخص بيعرف يتعامل مع الشخصية الذكية لأنه هو بيظهر من كتر التفاصيل اللي بيظهرها تفاصيل تدل على حقيقة، وبيستخدمها ببطء وبياخذ وقت، فهي بتتعلق وبيصير معها نوع من العمى لما أطراف آخرين رفقاتها بيحسوا فبينصحوها بس هي ما بترد لحد ما تنصدم. لما بتنصدم كشخصية مثلا جميلة ذكية بتفوت بحالة نفسية كتير سيئة. كيف منتجنب الكذب؟ بس شخص يحكي لي قصة حس انه فيها كذب، اول شيء لازم اقعد قاعدة مرتاحة، سواء انا رجل او امرأة اقعد قاعدة مرتاحة وقرب هيك بكتلة جسمي شوي واسمع. اسمع بدون ما حسس الطرف الاخر انه انا حاسة انه هو كذاب. اسمعوا انا ببتسمة ومرجيته أنه أنا مقتنعة بالكلام اللي عم يحكي. لاحظي أنه حتى أنت تكشفي الكذب عم تضطري تكذبي شوي، فأنت عم تورجي الطرف الآخر أنه أنت مقتنعة بالكلام اللي عم يحكي وعم تسمعي. تسمعي القصة للآخر، وأثناء ما عم تسمعي القصة أنه أنت على أساس شردتي أو ما انتبهتي بتعيدي بطريقة لطيفة، بترجعي بعد شوي ترجعي أنه بتقولي له أنه هيك قلت لي. هلأ المرة الثانية الثالثة بينكشف بيبين انه كاذب. بتحفظي هدول التفاصيل اللي هو عم يكذب فيهم، تجمعيهم حتوصلي انه هو كاذب، فهي بتطلع من هذا الفخ اللي كانت حتوقع فيه. هذا الموضوع بيستخدم مع الكل،
إلا الكاذب اللي قلنا كتير متمرس، ممكن للتالت مرة ليبين، أو ممكن بس شوي بشو. تاني شغلة، لما بيكذب الشخص شو بصير؟ أكتر شغلة حركة بيعملها أنه بحط إيده شوي على أنفه أو إذنه، أو بيحاول أنه يعني يقرب إيده على شيء بجسمه أو على رقبته، هاي يعني في نوع من التلبك. هاي بلغة الجسد. نبرة صوته بتختلف شوي، ممكن يكتر حلفان أو يتجنب يقول أنا، لأنه هو لا شعوريا لا وعي تبعه ما بده يوجه الحكي على حاله، فيتجنب يقول أنا. غالبا بيقول أنه بس أو مجرد أو قسما أو هيك هذا الكلام. فالشخص اللي ما له كاذب، اللي عنده ثقة بنفسه، ما له مضطر يقول هذا الكلام إلا إذا كان مثلا بيستخدم الحلفان لما تكون العلاقة كتير حميمية، وعم يحس الطرف الآخر إنه الشخص التاني ما له مصدقه، ممكن يكون في حلفان. في حالات طبعا إنه بصير فيها هيك، لكن الكاذب دائما بيحاول يظهر فبيقول صدقا صدقا فعلا فعلا، يعني بحاول لا شعوريا إنه صدقني، أوجه كلمة صدقني، أو بيعطي مبررات كتير كتير مبررات، هاي حتى يظهر بهي الصورة. سلوى يعني تماماً. الموضوع كتير كبير وعم نعاني منه جميعا، بس مثل ما قلتي هو حالة ما فينا نقول ما أنا موجودة حالة بالمجتمع. موجودة ونحن بدنا نذكر وجودها أكيد، لكن بدها توازن أكثر بالحياة بين المبادئ وبين مثل ما قلنا حتى نقدر بالمجتمع. خلينا نقول تمام. سلوى يعني بدنا نقول لكل العالم حبل الكذب قصير، ديروا بالكم، ما في أحلى من الصدق والصراحة والوضوح، لأنه هن مبادئ الأساسية لحياة صحية أكثر وعلاقات صحية أكثر. شكرا لإليك ولكل المعلومات اللي عطيتينا إياها. أهلا فيكي. مرسي سلوى، والله يبعد الكذب عن كل الناس يا رب. مرسي كثير لإليك. هلا مشاهدينا رح نروح على اللمة الحلوة يلي كان